احنا في أكاديمية الإمبراطورية للجمباز، خبرة الحمد لله أكتر من 17 سنة في مجال التدريب. كان قدامنا اختيارات كتير الفترة اللي فاتت، اخترنا الحمد لله الأفضل في المكان، الأفضل في المساحة، الأفضل في الأجهزة. تعاقدنا مع شركة جيمنوفا، دي من أقوى الشركات، بتجهز قاعات الجمباز العالمية اللي بيتلعب عليها الأولمبيات وبيتلعب عليها بطولات عالم. والحمد لله رب العالمين كل الأجهزة في أكاديمية الإمبراطورية FIG Approved باعتمادات من الاتحاد الدولي للجمباز، وده عشان نضمن جودة وسلامة الخدمة اللي بنقدمها للولاد، وبنضمن أقصى عوامل الأمن والسلامة. عندنا الحمد لله الكوادر، وعندنا من الخبرة ما يكفي إن احنا نوصل لاعبين للمستوى الدولي أو للمستوى العالمي، وهو ده هدفنا، إن احنا كنا نكبر قاعدة الجمباز في السن الصغير عشان نقدر ناخد منهم قاعدة من الناشئين، ونقدر نأهلهم كويس قوي إن هم يمثلوا مصر بعد كده في المحافل الدولية وفي البطولات العالمية. وربنا يقدرنا إن شاء الله الفترة اللي جاية على العمل ده، ونقدم أحسن حاجة ونعمل طفرة في وسط الجمباز في مصر.